من مهاجمي فريق تاع الحراش. لونيس ترجع كره، لونيس جميله، رياض بن شيخه، رياض بن شيخه ضربه جزاء بعد خطا قلب الدفاع رقم 5 عمراوي قضى على رياض بن شيخه. 19 دقيقة لعب يعني، وخطا راح نشوف واضح داخل المنطقة. رياض بن شيخة رقم 2 شوف العرقلة واضحة من الخلف، عرقلة واضحة، يقول الحكم سيد وساسي ضربة جزاء. عمل جيد رياض بن شيخة، كان له عمل جيد في بداية اللقاء. ما فيش احتجاج من مدافعي تاع فريق قدم الصغانم لأن الخطأ كان واضح. شوف اللقطة خط واضحة يعني ما فيش. شكون راح ينفذ ضربة؟ فاي فاي حاجي منصور راح يتولى تنفيذ ضربة جزاء. الحكم يطلب من حارس تاع الحراش، حارس وداد المستغانم ما يتزكاش انه يرجع لمرماه. والجمهور متخوف لست مدري لماذا، لانه ضمن فاي راح يتولى تنفيذ ضربة جزاء. يتباطأ اي تزكاش، لعب على اعصاب المهاجم اللي راح يتولى تنفيذ ضربة جزاء. فاي يضيع فاي، لونيسي سجل، يضيع فاي. عثمان كان قريب حقيقة، عميرات عثمان هو اللي سجل الهدف وليس فاي. حقيقة فاي ضيع اللقطة لكن عميرات عثمان كان في الوقت المناسب. هدف لصفر لصالح فريق اتحاد الحراش اذا في بداية هذا اللقاء بعد مرور لحد الان 19 دقيقة. الهدف الاول لاتحاد الحراش بعد ما ضيع فاي ضربة جزاء. عميرات عثمان كان رقم شوف فاي ضيع اي تزكاش، دخل في المكان المناسب. عميرات كان قريب من اللقطة وراقب كورتو وفي الركن الفارغ لمرمى ايتزكاش. هدف اول، شوف تصوير بين جهه اخرى، ايتزكاش ميرت عثمان في المنطقه الخاويه لحارس فريق وداد مستغانم.